زيت جزائري من الفلاح حتى المستهلك من على 6 شهور إن شاء الله. هي تعليمات أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 24 جانفي 2024. أكد من خلاله أن الدولة الجزائرية حريصة كل الحرص على توفير منتوج غذائي جزائري 100% من حيث المواد المستعملة وكذا اليد العاملة. ما نشبعت بزاف على الاستقلال الغذائي نتاعنا، ما نشبعت. فهذا هو الهدف الرئيسي الذي صبت عليه مدار القابضة اهتماماتها، فهي تنتهج سياسة رشيدة وجريئة لتنويع نشاطها من أجل تحقيق أمن غذائي للجزائر، حيث أطلقت مصنع كتامة المتخصص في سحق البذور الزيتية وإنتاج الزيت الخام والأعلاف الخاصة بالحيوانات. مركب جيجل لسحق البذور هو مركب استراتيجي حسب موقعه وحسب إنتاجه ومنتوجاته، يدخل في سلسلة الأمن الغذائي للوطن. مصنع كتامة سيسمح بتغطية احتياجات السوق الوطنية من الزيوت النباتية الخام بنسبة 20% وتلبية الاحتياجات الوطنية من الأعلاف بنسبة تزيد 65%. مركب سحق البذور بولاية جيجل سينتج منتوجين أساسين، وهو المنتوج الأول وهي الزيت الخام، والمنتوج الثاني هو الأعلاف الموجهة للحيوانات. يتربع على مساحة 21 هكتار بدائرة الطاهير بمنطقة بازول التابعة لولاية جيجل، وبتكلفة قدرت بأكثر من 40 مليار دينار جزائري. المركب وبلغة الأرقام هو قيمة استثمارية تفوق 40 مليار دينار، ينجز على 3 وحدات رئيسية، وحدتين بميناء جيجل ووحدة تخزين وبيع خارج الميناء. يتربع على مساحة كلية أكثر من 26 هكتار وتقنية حديثة، هي تقنية أوروبية حديثة. هذا المشروع الاقتصادي الواعد يلعب دورا محوريا في تطوير الزراعة المحلية، كما سيضمن 300 منصب عمل مباشر وحوالي 3000 منصب عمل غير مباشر. في المرحلة الأولى وهي دخول المركب جيجل حيز الخدمة، سيسمح بتوظيف مباشر لأكثر من 300 إطار وعامل، وخلق مناصب عمل غير مباشرة تتراوح بين 2000 إلى 3000 منصب عمل غير مباشر، حتى يتم تسيير هذا المركب بصفة جزائرية 100%. يختص هذا المصنع في استخراج الزيوت النباتية الخام من مادة السوجة، ويكون ذلك عبر 3 وحدات رئيسية، أولها شحن وتخزين المواد الأولية والمتواجدة داخل محيط ميناء جنجل، والأشغال جارية فيها بوتيرة متسارعة، حيث يرتقب استلام المشروع في آجاله. مشروع مصنع سحق البذور الزيتية لكوتام أجري فود بولاية جيجل بني على مساحة قدرها 24 هكتار، وتنقسم إلى 3 مناطق. المنطقة الأولى وهي منطقة التخزين والشحن لها 12 خزان، السعة الإجمالية للتخزين تقدر ب 225 طن. أما الوحدة الثانية
فهي مخصصة للتحويل والإنتاج لحوالي 5000 طن يوميا، وهي متواجدة كذلك داخل الميناء. المنطقة الثانية وهي منطقة العمليات التي تتم ميكانيكيا وكيميائيا، قدرتها الإنتاجية اليومية تتراوح بين 5000 إلى 6000 طن ما بين زيت المائدة للاستهلاك الإنساني والأعلاف للاستهلاك الحيواني، أي ما يعادل 100,650,000 طن سنويا. أما المنطقة الأخيرة فهي لتخزين المنتوج النهائي بسعة 100,000 طن من الأعلاف و30,000 طن من الزيوت الخام، تقع خارج محيط الميناء. المنطقة الثالثة وهي منطقة التخزين، سعة التخزين تقدر ب 100,000 طن من الأعلاف و 36,000 طن من الزيوت. أخذ بعين الاعتبار كل التدابير اللازمة لتوسيعة هذا المشروع مستقبلا لبناء ملحقة أخرى لتكرير زيت المائدة الخام. إعادة بعث نشاط هذا المشروع الحيوي الهام سيعطي حركية كبيرة للمنطقة ولميناء جنجن العالمي. المكان الذي بني عليه المشروع هو في قلب ميناء جيجل، بحيث يمكن نقل كل المنتوجات عن طريق البحر، السكك الحديدية والطرقات. الأشغال تسير بوتيرة متصاعدة بأيادي معظمها جزائرية وأيادي أخرى أجنبية بالطبع. الجميع يعمل على إنهاء المشروع في أجله المحددة. فعند انطلاق المشروع في الإنتاج فعليا تكون الجزائر قد أحرزت تقدما جد معتبر في إنتاج زيت المائدة وحتى الأعلاف لتغذية الحيوانات. تعتبر هذه نظرة استشرافية لشركة كوتاما أجري فود ولمدار المجمع بصفة عامة، فالهدف هو من وضع هذه اللبنات الأولى وهذه الأقطاب الصناعية الغذائية هو إنشاء سلسلة متكاملة من حيث المقاربة من الحقل إلى المستهلك. وبهكذا خطى تستطيع الجزائر تحقيق اكتفائها الذاتي في الكثير من المجالات وحتى أن تصدر للخارج. فالأمن الغذائي يأتي ضمن أولى اهتمامات السلطات العليا للبلاد، والهدف أن ينتج الغذاء الجزائري بسواعد جزائرية. إذن الإنسان اللي يبغي يمشي رافع راسه ويقول كلمته، إيه لازم يضمن التغذية نتاعه.